إذا رجعنا وياكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة وطبق جديد من مطبخ سامراء. طبقنا لهذا اليوم هو مايونيز الدجاج، طبعا طبق جدا سهل وما به أي صعوبة، حتى المواد اللي به يعني هي جدا بسيطة وما بها أي صعوبة. ممكن اللي يحب يسويها بالتفاح، ممكن اللي يحب يقدر يسويها بمخلل الخيار. طبعا بالنسبة لصدر الدجاج شيرهم مع هذا ومع هذا، احنا راح نسويه بالتفاح الأخضر، راح ينطي طعم طيب وشكل جميل، وخاصة الأطفال يحبون هيجي سلطات طبعا مايونيز يحبوها بهذا الطعم، خاصة يكون بيها تفاح ومايونيز أيضا. بالنسبة للمكونات الطبق راح نستخدم صدر دجاج، طبعا صدر دجاج سلقناه وحضرناه، هذا صدر دجاج. تفاح أخضر راح نستخدم 3 قطع، مايونيز طبعا احنا حضرناه وكملناه، بالنسبة للطريقة راح نشرح لكم، والملح عندنا فقط. طبعا هاي السلطه مثل ما قلنا المايونيز يعني المواد مالها جدا قليله وما بها صعوبه، ويقدر اي واحد يسويها بالبيت. طبعا مثل ما تشوفون هذا صدر الدجاج هو جاهز، نقدر نفلسه شويه. نرجع موضوع التفاح، شرط يكون اخضر لو ممكن اصفر او احمر؟ ممكن تفاح اي شكل، بس التفاح الاخضر يعني يكون قوي اكثر، يعني يكون قوي اكثر ويحافظ على قوة مالته وعلى شكله، بس اذا كان تفاح احمر او اصفر يتفلش. طبعا مع ما عماد التفاح الاخضر والاحمر والاصفر بيطعم يختلف. لا احنا حظنا نقول السنة بتخلص 2016 ان شاء الله بخير وسلامة. بذاك الوقت اغير لك الموضوع التفاح الاخضر والفلفل شي يخلص 2016 بعد يا معود حتخلص بتكيه خلصانة على باختك. طيب عماد ما تحط هاي الاشياء مثلا تحط بيها توابل؟ اكو الدجاج يعني حطوا له دائما توابل. طبعا بالنسبة لصدر الدجاج طبعا مو هذا الدجاج فقط، يعني على مود احنا نسوي مايونيز. طبعا بالنسبه للدجاج اذا حبينا نسوي سلطه او مايونيز نسوي للطبخ اي شيء سويناه، بس يكون سلك المفروض نضيف وياه قطعه ثوم، نضيف وياه ورق غار، فت قطعه ورق غار حتى تشيل الزفر مالته، ونخلي فت قطعه بصل ايضا وياه. طبعا هذا يساعد على الدجاج يبقى طبعا نكهة. هو هذا مسلوق الدجاج عماد؟ نعم مسلوك وجاهز، احنا نفلس بهذا الشكل. شلون ده انطيه انطيته انا خبره حتى يعني حتى خبره بالطبخ من 10 القوم 40 يوم. طيب عماد هاي الدجاج ممكن يكون مشوي؟ انا اشوف دائما بالسلطات مشوي. نعم مشوي بالسلطات يرهم، بس شلون يكون مشوي؟ يعني مشوي ممكن احنا هسه نقدر نسوي على طاوله مشوي، نقدر نسوي بالفرن مشوي، نقدر نسوي على الفحم مشوي. مشوي انواع، يعني مو الا يكون على الفحم، مو الا يكون على الفحم. هذا الدجاج اذا مثلا حبينا نشويه نقدر نقطعه على شكل شرائح مثل القص، شلون نسوي يعني شرائح مثل القص، جوليان، تقطيع جوليان، وبعدها نخليه على طاوله، نخلي زيت شيء بسيط جدا على طاوله اذا مثلا ما نريد نسوي بغير شكل. هو جوليان اول واحد قطع تقطيع جوليان؟ لو والله ما اعرف هذا جوليان منو، يعني هو اسم واحد غير مثل سيزر، يعني هسه سلطه سيزر ولد اسمه سيزر سوى هي السلطه واكتشفها يعني خلص ونجحت البارحه، وقام يسبوها للسلطه سيزر. سوى سلطه جديده البارحه؟ نعم. لا لا والله مو سوى. ليش ما نسميها يسميها سلطه عماد؟ لا محمد نسميها. طيب اي والله ضروري تسميها بس جد. والله فكرت في هذا الموضوع تخترع اكله او ممكن سلطه او شيء وتسميها اكله عماد؟ لا احنا ما من اسوي شيء مثلا اني مخترعه او اني مسوي ما مسوي قبلي واحد. شلون نقول مثلا البارحه سوينا مثلا سلطه بيها مثلا بطاطا وبيها طرشي وبيها فلفل وبيها فلان شيء، او البارحه مثل ما سوينا مال جبن. ما اقول مثلا اسماء، اقول هاي سلطه جبن، يعني شيء الاساسي اللي بيها يكون بيها شنو جبن. كان احس نفسي بقاعد هنا انا والله العظيم، هيك دا الوب اريد اقوم يمي. تعال تعال والله العظيم انا بالنسبه لا خليك هنا ابد. لا لا خليك يمي من تروح راح تاكل. يا باني ما اقدر عن زهراء عماد، ما ابد ما انت باكر حتاخذ لك اجازه زهران ظل وياي يعني. هسه هي تستحي تاكل عجه وانت شنو؟ تعال انا همست انا همست انا همست اكل. دا تجيك رسائل عماد طبعا على موقع التواصل الاجتماعي، انت ما طول غايب وما دا تتواصل ويا الناس، فتواصل ويا جمهورك يا عماد، تواصل وياهم دا يسالون على بعض الامور، على الطبخات وعلى اشياء استشاريه. ماشي احنا مثل ما تعرف يعني اللي
مثلا يدزلنا رساله وهذا على صفحتي يعني ما عندي مشكله ارد عليه. هم يدزون يعني صراحه على صفحه سامراء الصباح وان شاء الله يعني يريدون يسالون على اشياء معينه، فان شاء الله يعني بيوم من الايام نهايه الاسبوع ناخذ كل الرسائل اللي يدزوها بموضوع الطبخ يعني بصوره عامه للسيدات بصوره عامه اهل المطبخ. نعم. وعماد يجاوب عليهن سؤال سؤال فقط يعني بنهاية كل أسبوع إن شاء الله. إذا الخميس موجود، الخميس أنت إن شاء الله موجود عماد؟ موجود إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يوم الخميس عماد قبل نهاية البرنامج يجاوب على كل الأسئلة والأشياء اللي تسألوها واللي تريدون تعرفوها من الطبخ، وأكيد أنا أساعده ببعض الأمور إن شاء الله. عماد قررت هم بس لا يسألون على الفلفل، هذا الفلفل محمد يجاوبهم. عماد هاي السلطة نفسها دجاج وحط التفاح، هاي ممكن نحط عليها النعناع ونسميها سلطة محمد وزهراء. جرب النعناع وياها. أنا أشوف الدجاج ويا النعناع طيب. دجاج ويا النعناع يعني مو مايونيز، نعناع الأوراق النعناع وليس يعني ويا المايونيز ما يطلع طيب. ممكن يرهم مع السلطة مع الأكل، بس مع المايونيز ما راح ينطي طعم. الاسم الثاني للنعناع شنو قلنا بالعراقي البارحة؟ والله نسيت. ملح شيء بسيط نخليه بس على مود. لا لا أكو طبعا حتى بالنسبة للتفاح الأخضر طبعا احنا ضفنا الملح يعني مو مشكلة، احنا حتى لو بتفاح أخضر هاي المايونيز يعني مو فت مشكلة لأنه هو طعمه حلو وحامض والملح ما يأثر. مثل ما تعرف محمد أكو هواية ناس من تاكل الرمان يشوفوه مثلا حامض هواية أو شيء يخلون عليه شكر، وأكو ناس تخلي عليه ملح رمان. إيه إيه صحيح. من فلسه وهذا يعني مثلا انت شو تحط شكر لا ملح؟ انا ما اخلي لا هذا ولا هذا لا على طبيعته. لا لا على طبيعته على طبيعته اطيب يعني. إيه؟ انا همي بس ناس تخلي ملح يعني تتعجب. البطنج يختلف عن النعناع عماد؟ طبعا يختلف. شنو طبعا يختلف؟ ها والله هو مو ثلاثه النعناع يحطوا على الباقله البطنج. البطنج يصير شويه خشن ويتخلى على الباقله طبعا بالفطور الصباحي انت ما تعرف يعني بالفطور الصباحي هذا يختلف شويه يكون خشن اكثر، والنعناع يكون الورق يعني موجود. النعناع من ينطحن ما يصير بطنج يعني هذا؟ لا لا من يصير هو ناعم يسوون بطنج ويتخلى على الباقله هو نفسه يعني هسه المكون الرئيسي هو نفسه هو نفسه نعناع. هو نفسه بس يختلف هذا الورق يكون بضع ثانية أقول الفرق. أكو نوعين بطنج أكو أكو نعناع اثنيناتهم توابل يعتبرون. البطنج يحطوه للباقلة هاي أكيد باقلة بدهن تاكل الصباح يعني هو هذا المكون خصيصا بس للباقلة على مود يصير ناعم يعني هسه ناعم. أنت على الباقلة تقدرين تخلي مثلا ورق الورق ما يصير تقدرين تخلي مثلا يكون من يكون قطعة كبيرة أو يابسة ما يصير لازم ينطحن. من ينطحن يصير مثل ما قال. زين وين نخلون بعد البطنج؟ ذكرني محمد. بالنسبة للسلطات يعني يدخل مع خيار متبل، خيار متبل يدخل وياها، يدخل مع السلطة الجبن اللي سويناها البارحة مثل ما شفتوا خلينا ويا سلطات بالنسبة لنا. طيب يعني هو البطنج. نعم. والمحمد النعناع اليابس يحطوه على اللبنة إذا شايفهم. النعناع اليابس. آه يحطون زيت وعليه نعناع. هو النعناع بصوره عامه مريح هيك تحسيه حتى يعالج امراض القولون العصبي. احنا الليمون بالنعناع محمد يعني. بالحلقات القادمه ان شاء الله راح نسوي حلقات طبخ، راح يعني نسوي مثلا يوم طبخ يوم سلطه يوم هذا ننوع شويه، خلي تكون الحلقه بدون نار بس احنا نحاول نسوي الشغلات الناس تستفاد من عندها اللي تدخل بالفرن والهذا هاي الشغلات يعني نحاول قدر الامكان الناس تستفاد يعني مثل ما عرفنا قبل كم يوم الناس تطلب اكل مو بس سلطات. راح نحاول نسوي اكل وان شاء الله يعجبكم، والاكلات اللي راح نسويها راح تكون غربيه تستفادون انتم من عندها يعني احنا نحاول نسوي الاكلات الغربيه لانه مثل ما تعرف التمن والمرق والشغلات العراقيه الناس تعرفها. مع كورونا تقدر تسوي يمكن؟ نعم مع كورونا؟ نعم مع كورونا. تحب هالمعكرونة؟ نقدر ليش ما نقدر؟ لا انت تحبها يعني بالعاده مثلا تحب أحبها تسويها؟ احبها طبعا بالنسبه للمعكرونة احبها، وطبعا مع كورونا يمكن اقدر هسه اسويك مثلا 40 نوع يعني نوع بالجبن نوع بالقشطه ونوع باللحم وبالدجاج وبال ايش 100 نوع اكو يعني وتجي سلطات ومايونيز وهذا شايفتها جديد بالجديد يعني تعرفت عليها. نعم. المعكرونة بالقشطه حيل طيبه. سوشي تحبه لو لا عماد؟ احب شلون ما احب. لا والله سوشي شلون نسوي 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 اي والله ان شاء الله باكر وعقبه راح نسوي.
يعني هاي رسالة جمهورنا، انتظروا طبعا أكيد الشيف عماد ونهاية بنهاية الأسبوع حيجاوب على سؤال وأكيد يعني احنا أنا واحد من الناس دا يعني استمتع بفقرة عماد وبحكي عماد وبالطريقة اللي يسويها عماد الجمالية. هواي بها مايونيز هاي يعني ممكن ما هي مستحيل تفيد أهل الريجيم. هو بالريجيم يحاول يبتعد طبعا عن المايونيز، يبتعد عن الدهن، يبتعد عن عشان ياكل خطية. بس انت حاط مايونيز ويا صدر دجاج ويا نعم. تفاح نعم. هذول الاشياء تضعف اثنيناتهم. نعم احنا عندنا هاي مايونيز يعني مو سلطة، يعني كل أكلة وكل سلطة وكل هذا إلا طريقته الخاصة. اللي ما يقدر ياكلها اللي عنده مثلا يعني كوليسترول هم يحاول يبتعد عنها بها الدهن هواية. نعم. ما أنا أشوف المايونيز أطيب من الكاتشب ويدخل بهواية سلطات. الكاتشب قليل استخدام بس ويا البطاطا صحيح. طيب طبعا نريد نخصص يوم زهرة أكيد ويا عماد. عماد يسوي لنا منهاج مثلا غذاء معين الأشخاص جماعة الرجيم اللي ما يقدرون يروحوا الرياضة. إن شاء الله ممكن أقدر أسويك مثلا ثلاث جداول. حلو. يعني ثلاث جداول اللي يحب يمشي على ياهو بيهم أكيد مثلاً. يعني انتظروا هاي الجداول. نعم. أكيد إن شاء الله هالأسبوع حنوح على موقع التواصل الاجتماعي أنه هاي الجداول للي ما يروح رياضة الشيف عماد ينطي طريقة نقول رجيم. نعم. يقدر يتبعها حمودي. وإحنا مو إلا بهذاك اليوم نطبخ. نقدر نقعد هناك بصفك بالضبط. البرنامج كله إليك عمي. نعم. تريد اليوم أنت تختم ويا المشاهدين ابدي أنت اختم وياهم لو تريد بلسانك كيف. إذا أعزائي المشاهدين هذه كانت حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم لحسن المتابعة. ننتقل الآن إلى محمد. إبداع عمي حتى عند لمسة بالختام. اليوم ختام الحلقة حيكون يعني أنت آخر واحدة تختمين. أكيد إلى هنا أعزائي